Assalamu alaikum les chers fans de la page Facebook et la chaîne YouTube Une pause gourmande avec Asma. Bismillah, nbdaw ma ba3d halawiyat Eid al-Adha. Hin nbdaw bhalwa jazairiya w halwa taqlidiya 100%. Li hiya wasfat tarak al-aryan w la wasfat al-qmirat. Shkoun yani binatna ma yhabch tarak al-aryan w la ma y... يعني ما يفضلش هذه الوصفة في الأعياد والمناسبات. أتمنى يا رب أنكم تجربوا معايا طريقتي لأنها طريقة مضمونة 100%. أولا حين نبدأ المقادير، أنا اليوم حندير كمية قليلة، حنكيل بكاس، يعني كاس عادي فيه 250 مليلتر. ناخد 3 كيلات يعني ممسوحين تاع الفارينة. دائما نتأكد أن الفارينة تاعي نغربلها. كما قلت لكم خديت كاس عادي، هذا يعني لا تشوفوا أني نكيل به، هو نفسه كاس تاع الماء الكبير اللي فيه 250 مليلتر. ناخذ كيله ناقصه صباح كيما شفتوا معايا، يعني ماشي معمره مليح، تاع سكر غلاس. نغربلوها تانيك، دائما نغربلو المواد الجافه تاعنا باش النتيجه مع الاخر تكون يعني نتيجه مليحه. نضيف لها ملعقه صغيره من الفانيلا. الفانيلا راح تزيد تنسمها لنا و تزيد تعطي يعني ريحه هايله لهذاك التشارك تاعنا وهو يطيب في الفرن. نضيف لها نصف ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات، لا لوفور شيميك، يعني اون دومي كويار كافي. نغربلوهم ونتاكدوا ان خلطنا كامل المواد الجافه تاعنا مع بعض باش يتخلط هذاك السكر مع الخميره مع الفانيلا. من بعد نديرو كيله معمره كيما نقولوا حتى للفوق تاع السمن دايب كيما شفتوا درت السمن. ودائما نضيفو ولا نكملوا الكيله تاعنا بالزيت. علاش نضيفو الزيت؟ يعني دائما في هذه الحلويات التقليديه كسوسوا السامسا كسوسوا تشارك مسكر تشارك العريم، دائما نضيفو هذاك الشويه تاع الزيت، لانه هذا الزيت هو اللي راح يضمن لنا ويعطينا هذيك الطراوه، ويعني راح يجي التشارك تاعنا يدوب في الفم. كيما شفتوا درت كيله معمره مليح، يعني ماشي فايطه، معمره حتى الفوق تاع السمن، وكملت لها بشويه تاع الزيت. يعني نخدمهم مليح ما بين يديا حتى ينحلوا كامل هذوك لي غرومو. يعني حين تشوفوا العجينه تاعكم يجيب لكم ربي يعني فيها كميه كبيره تاع السمن ولا الزيت ولا تاع ليدام، بصح هذه هي. من بعد كيما شفتوا خديت واحد صفار بيض لهاد يعني الكيله اللي هي كاس، ضفت لها ملعقه كبيره من ما زهر، خلطتهم مع بعض باش نتاكد انه هذاك الصفار البيض تاعي ما راحش يعني يشكل لي تكتلات. دائما نحلوه شويه تاع يعني السوائل، وانا حليته بالما زهر. نخلطوهم ونبداو نضموا العجينه تاعنا بالحليب. كيما راكم تشوفوا يعني لا غوسات شويه مختلفه على الوصفات الاخرى، لانه في العاده نكملوا نطموا بالمزهر بالماء، لكن صدقوني يعني جربوها وطموها بالحليب والله راح يجي يدوب لكم في الفم. بهذه الطريقه راح تتاكدوا راح تضمنوا انه العجينه تاعكم راهي مليحه. كيما شفتوا نطمها. من بعد ندير يعني هاد لو تيست، ناخد كويره ندورها ما بين يدي ويعني نعبز عليها في الوسط بالاصبع تاعي. اذا شتها ما خرجتش مشقه ولا ما تشقتليش هذيك الدويره من بعد ما عبزتها، على بالي بلي العجينه تاعي راهي مليحه وراهي طريه، وبالك تعجنوها. يعني من المهم انكم تطموها برك باطراف الاصابع، ما تعجنوهاش. كيما شفتوا انا طميتها افان بابي فيلم، ونديرها تريح في الثلاجه. من المهم انها تريح مده ساعه الى اكثر. انا اللوز تاعي يعني كان منقي وناشف باش نتاكد انه اللوز تاعي يعني ساعات في هذا الصيف يفسد لنا الحشوه ولا تفسد الصيف. زدت نشفته لمده 10 دقائق برك في الفرن على درجه 160 درجه، يعني ما حمصتوش، زدت نشفته برك مليح. خليته برد واني نرحيه معاكم. كيما شفتوا الكيله تاع الحشوه ولا تاع العقده هي 3 كيلات لوز كيله سكر. انا كيما شفتوا معايا في العجينه استعملت الكاس، يعني كيلت بالكاس. دوكا في الحشوه نكيل بنص كاس، يعني درت نص كاس تاع تاع اللوز مع كاس ماشي معمر بزاف تاع السكر. ضفت له قرفه، رشه تاع القرفه، ومغرفه صغيره تاع السمن. يعني هذه هي لاستوس باش تجي العقده تاعكم طريه وتجي يعني معسله لداخل، انكم تضيفوا هذيك المغرفه الصغيره تاع السمن، راح تعطي فرق صدقوني. ونبداو نطمو في الحشوه تاعنا بالما زهر حتى نتحصلوا على حشوه متماسكه. يعني ضيفوا غير بشويه، لانه نتوما راكو تخلطوا راح تجرى ما بين يديكم وهذاك السكر يبدا يدوب. يعني ننصحكم انكم تضيفوا بكميات قليله باش ما تغلبكمش الحشوه. من بعد نغطيها ونديرها في الثلاجه تريح الوقت اللي يريحوا فيه العجينه تاعي. من بعد ما ريحت العجينه خديتها وشكلتها كويرات بهذه الطريقه، كل كويره فيها 15 غرام.
هاد الكيل عطاني 29 حبة، وخديت الحشو وزنته بوزن 15 غرام ودرته يعني حراب باش هكداك طوال. من بعد نبدا في تشكيل تشراك العريان. انا هذه هي الطريقة اللي نحب نشكل بها تشراك العريان تاعي، وكل واحد عنده طريقته. كما شفتوا خديت هذيك الكويرة، عطيت لها يعني الشكل تاع، عطيت لها داك الشكل الطويل كيما راكم تشوفوا معايا. من بعد بديت نحل فيها بالحليول تاعي على شكل مثلث بهذه الطريقه، يعني روحوا لها بالعقل بلعكم. لاباط تاعكم اذا عطيتوا لها وقت تريح راح تجيكم كتير سهله، وما راحش قاعد تعبكم وانتم تخدموا فيها. من بعد نعاود نسكمها يعني بلو كوبات، انا ماشي متوفر عندي كوبات، نستعمل الموس العادي. يعني نعطي لها هذا الشكل المثلث كيما راكم تشوفوا معايا. من بعد ندير كمية الحشوة تاعي في الجهة الفوقانية، يعني كامل نعرفوا نشكلوا شارك العريان، وكل واحد عنده طريقته، لكن أنا نحب نستعمل هذه الطريقة لأنه حين نحلو العجينة تاعنا رقيقة. من بعد يعني كي ندوروها كومان كواسون، يعني من بعد كي ناكلوها تجينا فويتي لداخل، يعني يشوفوا هذاك لو فويتاج تاع الشارك تاعنا. واللي ما يفضلش هذه الطريقه، ام كاين طوابع يعني يعطونا الشكل تاع شارك العريان، لكن انا ما نفضلش هذيك الطريقه. علاش؟ لانه حين نحلوا العجينه تاعنا كامل من بعد نطبعوها، من بعد هذيك العجينه اللي يعني اللي تقعد لنا كي نعاودوا نحلوها ونديروا بها شراكات، دائما يعني هذوك الشراكات يشربوا ويجوا صغار وما يجوش شابين. الوغ نفضل اني نستعمل هذه الطريقه. كيما شفتوا درت الحشوه تاعي من الفوق، غلقت شويه هذوك يعني الجوانب باش ما يخرج ليش هذاك اللوز وما يتحرقش، وبديت نشكل فلي تشارك تاوعي بهذه الطريقه. من بعد نبدا يعني نرقق في الجوانب، ما نرقوش يعني الوسط، الوسط دائما نخلوه خشين، ونعطولو تشارك ولا شكل تشارك اللي قاع نعرفو يعني الشكل تشارك الجزائري الغني عن التعريف. يعني هامني التشاركات تاعي يعني متحوفين، ما كبار بزاف ما صغار بزاف، لكن على بالكم بلي فيهم شويه خميره وفيهم تانيك صفار البيض، راح يزيدوا يخمروا شويه يعني ماشي بزاف في الفرن، يعني هذيك الخميره راح تعطي لهم خفه ما راحش تخمرهم. لكن فضل اني نوزنهم كما قلت لكم بوزن 30 غرام. نعاود نشكل حبه قدامكم، نحكم الحبه هذيك نعطي لها شكل طولي، نشكلها على شكل مثلث، نسقم الحواف تاعي باستعمال السكين ولا بلو كوبات اللي عندهم كوبات، ندير الحشوة تاعي من الفوق، نغلق شوية على الجوانب كيما راكو تشوفوا معايا باش اللوز تاعي ما يخرج وما يتحرقش وما ينشفش وهو يطيب. نعطي لها يعني الشكل تاع ان كواسون، ونعطي لها الشكل تاع تشارك تاعنا كاع اللي نعرفوه. نكمل نشكل الحبات تاعي كامل، انا ما نكتبش عليكم في هذه المرحله، نحب نخلي التشارك تاعي يريح لمده ساعه واحده اخرى يعني في الثلاجه. علاش نحب نخليه يريح؟ يعني نطيب ونحط في الفريجيدار ما نخليهش برا، حتى دوك يعني هاد السنيوه راني نشبح فيها والسنيوه الاخرى رديتها للثلاجه، لانه التشارك تاعنا بزاف هشيش وبزاف طري. يعني اذا زيناه هو مازال هكاك سخون هذاك من خدمناه راح يجينا شويه واعر. علاه نقول لكم دائما ديروه في الثلاجه يريح ويحكم روحه، راح تجيكم عمليه تزيين سهله. كيما شفتوا انا خديت صفار بيضه ولا حبه بيض كامل، درت لها ملعقه صغيره من الخميره باش تعطينا بنه، وعطيت لها ملعقه كبيره من الحليب، خلطتهم مع بعض، دهنت بهم سطح الشراكه تاعي، و عاود رديتها في اللوز تاعي اللي كنت رحيته شويه خشين يعني كون كاسي. تقدروا ديروا لي زامون دي فيلي، تقدروا ما تشبحوهمش يعني تدهنوهم برك بهذيك يعني خلطه صفار البيض، وطيبوهم. انا الفرن تاعي سخنته على 180 درجه، درت التشاركات تاعي طابو، كي رفدت حبه شتها حمارت لي من تحت بهذه الطريقه وحمارت شويه من الفوق. يعني ما تخلوهمش يطيبوا بزاف حتى ما ينحرقوا لكمش يعني هذوك لي بو اللي هما رقاق، خليتهم بردو. يعني التشارك تاعكم بزاف هشيش ما حيش تقدروا ترفدوه هو سخون. بعد ما يخرج في الفرن خلوه 11 دقائق، رشوه برشه من سكر غلاز، خلوه يبرد تماما. من بعد قدموه في صحن التقديم، صدقوني وصفه رائعه رائعه رائعه. نتمنى يا رب انكم تجربوها لانها وصفه صدقوني تستحق التجربه. انا جربت عده وصفات لكن كيما هذه الوصفه ما كاش، لانها وصفه كتير طريه وهشيشه وبنينه، ويعني وهي طيب حين تشموا ريحه السمن، ريحه المزهر، ريحه لافاني في البيت. ما شاء الله ما شاء الله، وصفه
هايلة. أنا راح ناخد حبة ونقسمها قدامكم باش نوريلكم يعني الطراوة والهشاشة تاع العجينة، يعني غير شدوها في يدكم يعني راح تتكسر، تلمون طرية تلمون تدوب في الفم وبنينة في نفس الوقت. يعني شوفوا ما شاء الله معايا، وشوفوا لو فيتاج لأنه يعني حلينا العجينة رقيقة وعطينا لها وقت ريحت وطيبناها، ونتمنى تاكلوها بالصحة والهنا وتجربوها وتعطوني رأيكم، تخلوا لي تعليقاتكم، وأنا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى، وإلى الوصفات القادمة إن شاء الله، ترقبوني هذه الأيام. سلام.